رجل من الطائفة الشيعية وجاره من أهل السنة والجماعة. فالرجل الشيخي قام بطبخ الطعام في يوم الأربعين وأرسل إلى جاره السني من هذا الطعام، فهل يجد أن يأكل منه؟ يسأل عن الطعام الذي يعني يصنعه بعض الشيعة في أربعينية الحسين ويهدونه لجيرانهم، هل يجوز الأكل منها أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الأصل في هذه الأطعمة التي تكون في مناسبات مبتدعة أنه لا يجوز أكلها ولا قبولها، لأنها هدية لسبب محرم، والهدية سبب من أسباب الملك ويرجع فيه إلى باعثه، وباعثه مناسبة بدعية محرمة، فالأصل عدم جواز القبول، وهذا الأصل يخرج عنه إذا اقتضت ذلك حاجة أو دعت إليه مصلحة بالقدر الذي يحقق الحاجة أو يدفع الحاجة هو يحقق المصلحة. فلو كان في القبول مصلحة التأليف الذي يردهم إلى السنة ويجعلهم يجافون البدعة، فالمسألة محل تقدير وموازنة بين المصالح والمفاسد، لكن الأصل الذي يعتمد هو الاعتذار عن قبول مثل هذه الهدايا التي تكون في مناسبات محرمة لأجل أنها أطعمة بدعية وتملكها بسبب محرم، فالأصل أنها لا تجوز، وله أن يعتذر بعذر يقبله الآخر أو يقول له أوصلها إلى من هو أحوج مني أو ما أشبه ذلك مما يخرج به من الإشكال الذي يمكن أن يلحقه فيما إذا ردها. على أن المسألة أيضا تختلف باختلاف البلدان، فالبلد التي تظهر فيها السنة وتقوى فيها شوكة أهل السنة ليست كالبلاد التي أهل السنة فيها مستضعفون وقد يكون قد تسلط عليهم، فهذه أمور أيضا داخلة في الاعتبار والحسبان. أسأل الله عز وجل أن يظهر السنة وأهلها وأن يكفينا شر البدع ما ظهر منها وما بطن.